سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: الحوثيون يحكمون بالإعدام على 3 مدنيين بتهمة التخابر، وتؤجل محاكمة الشاب عبد الإله سيلان 20 معتقلا. إدارة سجن بئر أحمد بعدن تفرج عن 7 معتقلين صدر بحقهم أمر سابق من النيابة بالإفراج. العفو الدولية: تجديد عمل فريق الخبراء يؤكد عدم الإفلات من العقاب. وزير الإدارة المحلية: هناك 22 منفذا آمنا لإيصال المساعدات الإغاثية. القوات الحكومية تنتزع 400 لغم في باق بصعدة. مربرس: محكمة حوثية تقضي بإعدام 3 معتقلين. الدولار يصل 700 والسعودي يتجه نحو 200 لأول مرة. عمران: عملية نهب حوثية جديدة من العيار الثقيل. عملية استخباراتية حساسة تطيح بواحد من أكبر قيادات الحوثيين الميدانية. علي محسن الأحمر يتحدث زعيم الحوثيين من قلب معقله: صعدة ليست حوثية ولن تكون. التغيير نت: طيران التحالف يدك مخزن أسلحة وتعزيزات للحوثيين بالملاجم. أسر قيادي حوثي جنوب الحديدة. هادي يلتقي غوتريس في ختام زيارته الأممية. الأحمر يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحسين الأوضاع في تعز. عسكر: انقسام مجلس حقوق الإنسان سيقلل من فاعلية قراراته مستقبلا. صعدة: قتل وجرح حوثيين بكمين في باق ومصر أحد قيادتها في الملاحيض. الصحونت: اليمن يطالب لبنان بوقف بث المسيرة والساحات والنائي بنفسه عن التدخلات بالمنطقة. إيران تدعم الحوثيين لتهديد دول الجوار. إب: ميليشيا الحوثي تقتل شابا وتصيب آخر. الأمم المتحدة تقول إن 8 ملايين فقدوا سبل عيشهم. عرض عسكري في الضالع احتفاء بذكرى ثورة سبتمبر وتخرج دفعات جديدة. وكالة سبأ: وزير الإعلام يطالب الحكومة اللبنانية بسياسة النائي بالنفس. سفارة بلادنا في إسلام أباد تحتفي بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. اتحاد نساء اليمن بعدن ينظم حلقة توعوية حول مناهضة العنف القاتم على أساس النوع الاجتماعي. السلطة المحلية بالمحويت تنظم ندوة بمارب بعنوان: ثورتي سبتمبر وأكتوبر توأم الثورة والانتصار. اللواء الرابع احتياط يقيم عرضا عسكري ومهرجان خطابي بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر. نائب الرئيس يتفقد الوحدات العسكرية المرابطة في محور علي الباقم. عسكر: انقسام مجلس حقوق الإنسان سيقلل من فاعلية قراراته مستقبلا. العاصمة أونلاين: أبناء العاصمة يسيرون قافلة مكونة من 100 سيارة دعما للمقاتلين في جبهات النهم. ميليشيات الحوثي تحول مدرسة ابتدائية شمال صنعاء إلى سجن لمعارضيها. اجتماع لقيادة محافظة صنعاء يناقش قضايا خدمية وإنسانية. جامعة صنعاء في زمن الحوثي، أنشطة طائفية ورفض طلابي لمشروع الكهنوت. سبتمبر نت: اللواء الرابع احتياط يقيم عرضا عسكري احتفاء بأعياد الثورة وتخرج دفعات جديدة. نائب الرئيس تفقد الوحدات العسكرية المرابطة في محور علي الباقم. مدفعية الجيش تقصف مواقع الميليشيا في الصلو وتكبدها خسائر. الفرق الهندسية للجيش تنزع 400 لغم أرضي زرعتها الميليشيا في باقم. بعيون المقاتلين أبعاد ودلالات احتفال نائب الرئيس بالعيد 56 لثورة سبتمبر في جبال مران. نائب الرئيس يطلع على سير العمليات العسكرية في الخطوط الأمامية بجبهة الكتاف. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الوطن السعودية: تصاعد أزمة المشتقات النفطية في صنعاء. الشرعية: التمديد لفريق الخبراء الأممي كارثة ولن نتعاون. الشرق الأوسط: الأمم المتحدة تناشد الحوثيين مغادرة مقر في الحديدة وتتجنب الإعلان عن خطف موظفين. مشرف على خارجية الانقلاب منع وصول رسالة مسؤول إغاثة إلى المشاط. العربية نت: الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر كبيرة في تعز. وإلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من مقال نشره الكاتب الصحفي رشاد المخلافي، والذي تحدث فيه عن سبتمبر الثورة وأعياد الوطن. تعد الثورة اليمنية 26 من سبتمبر 62 واحدة من أعظم ثورات الشعوب التحررية، الثورة التي أنهت عصور سوداء مظلمة من حياة شعبنا.
عاش خلالها حياة غارقة في البؤس والضياع. ثورة طوت 1150 سنة من الظلم والإرغاء والسجون والقيود الحديدية والتنكيل والاستعباد في ظل أعتى حكم استبدادي كهنوتي عنصري في التاريخ. تعرضت اليمن أرضا وإنسانا وهوية للنهب والمصادرة والتغييب القسري، ودخلت عهود طويلة في غيبوبة وجمود انحدار حضاري مريع طالتها حملات من التشويه والتزوير والسرقة، كما تعرضت لعمليات واسعة من التجريف الممنهج طال الهوية والذات والتاريخ والآثار اليمنية. عمل الكهنوتيون على تزييف الوعي وتشويه الوجدان اليمني وعلى أنقاضه فرض وجدان وهوية طائفية دخيلة، كما كرسوا سياسة التجهيل وخلقوا الانقسام بين المجتمعات وعملوا على تعقيمه حتى أحدثوا تصدع هائل في البنية الاجتماعية اليمنية، وأجدوا الصراعات الطائفية والمناطقية والقبلية بين اليمنيين، كما عزلوا اليمن عن محيطها العربي والخارجي فحولوها إلى سجن كبير خلال عصور حكمهم البائد الذي ارتكز على خرافة الحق الإلهي ومزعومية الاصطفاء العرقي العنصري الأكثر انحطاطا وتخلفا وبشاعة في التاريخ الإنساني. دخلت اليمن لقرون عدة في نفق مظلم اتسم بالاستبداد والسجون والقيود الحديدية والتنكيل وجز الرقاب، الفساد والجهل والفقر والمجاعة والأوبئة والأمراض التي فتكت بحياة آلاف اليمنيين حتى امتلأت المقابر. فقدت اليمن استقرارها السياسي في ظل سيطرة حكم الأئمة الفاشي، ودخلت في دوامة الصراعات والحروب نتيجة التنافس المحموم على السلطة والحكم والثروة بين أقطاب الأسر السلالية، كل واحد منهم يدعي حقيته في الإمامة، فتحول أبناء القبيلة الشمالية إلى ضحايا تلك الحروب، فقد شكلوا حطب ووقود تلك الصراعات المستعرة بين أقطاب البطنين على السلطة والحكم. دفع اليمنيون ثمنا باهظا وتحولوا إلى أمة معاقة ممزقة ومستعبدة، أمة تعيش خارج التاريخ بعد أن كانت أمة في قلب التاريخ وصانعة للأحداث والتحولات الحضارية العظيمة. مرت الحركة الوطنية بمراحل ومحطات متعددة، بدأت في الأربعينات من القرن الماضي عرفت بمرحلة الدستوريين، تعرض رموزها للقمع والتنكيل، أعدم عدد منهم وسجن آخرون في قلعة حجة سيئة الصيت، بينما تمكن الجزء الآخر من الفرار إلى عدن وعلى رأسهم الشهيد محمد محمود الزبيري. فجاء أيلول العظيم الذي شكل فجر اليمنيين المشرق بتطلعاتهم وأحلامهم المشروعة، وأعاد للإنسان اليمني حريته وكرامته وللتاريخ اعتباره وللهوية اليمنية مكانتها. أيلول العظيم أعاد اليمنيين إلى قلب التاريخ والحضارة ليكون صانع التاريخ والتحولات العظيمة ومدافعون عن وجودهم وهويتهم وثورتهم التي منحتهم حقهم المشروع في الحرية والحياة الكريمة على أرضهم. موقع التغيير نت نشر مقالا للكاتب الصحفي مأرب الورد، والذي تحدث فيه عن ثورة 26 من سبتمبر، وقال بأنها تمثل عظمة ثورة وعظمة شعب. قبل 56 عاما سطر الشعب اليمني واحدة من أروع وأعظم ملاحمه البطولية ومكتسباته الوطنية، وهي ثورة 26 سبتمبر 62 التي أسقطت حكم الإمام المتخلف والظالم وأسست النظام الجمهوري وعادت لاعتبار اليمن أرضا وإنسانا. وتكمن عظمة الثورة في أنها صناعة شعب أعزل إلا من إرادته الصلبة والقوية في مواجهة نظام الطغيان والجبروت المدعوم إقليميا ودوليا وقتها، والذي ظن أن حرمان الإنسان اليمني من التعليم والانفتاح على العالم سيمنعه من السقوط، ولكن خاب رهانه. هي ثورة شعب فلاحه ومثقفيه صغاره وكباره شماله وجنوبه، هي لحظة الانعتاق وميلاد اليمن إنسانا ودولة في العصر الحديث. لقد رسمت لنا الثورة طريق الحرية، فقضت على الاستبداد وهذا أول أهدافها الستة، وطوت صفحة التميز والتفوق الطبقي وأعلنت المساواة بين الناس، والأهم أنها عادت الحق للشعب في اختيار من يحكمه بدون وصاية أو تفويض إلهي مزعوم. صحيح أن بعض الأهداف لم تتحقق كلها، ولكن هذا لا يقلل من عظمة الثورة ولا يبرر للبعض ربط الاعتراف بذلك لأنه لم يقطفوا ثمارها. الثورة كانت واجبة لتخليص الشعب من قيود التخلف والقمع وتحرير البلد من الارتهان للخرافة والكهنوت، ولهذا فقد حاول الثوار القيام بهذه المهمة عام 48 ولم ينجحوا حتى تحقق لهم ما أراد بعد 14 عاما إثر تخطيط ودراسة تجربة المحاولة الأولى. لم تكن المشكلة بالثورة ولا بالوحدة، ولن تكون ذلك، أن هذه المنجزات بالأساس أحلام وأهداف شعب لتعزيز قوته واستعادة حريته وكرامته، وهذا ما جعلها في أولويات نضال الحركة الوطنية شمالا وجنوبا. التقييم الموضوعي والمنصف للثورة لا يفترض أن يدور حول مشروعيتها المفروغ منها ولا في قياس نسبة الأهداف المحققة، وإنما حول المسؤول عن عدم تحقيق أهدافها كلها، وهي الأنظمة السياسية التي حملت مشروعها وحكمت باسمها ولم تحصنها من محاولات الردة الإمامية التي تتجلى اليوم في الحوثي، ولم تحول أهدافها إلى برنامج عمل وطني، وهي لهذه الأسباب وغيرها أحق بالنقد واللوم للثورة نفسها.
وكأنها هي من كان يجب أن يحقق لنا كل شيء وليس فتح الطريق وتعبيدها للمؤمنين بالتغيير. إن ثورة 26 من سبتمبر واحدة من أعظم الثورات الإنسانية في التاريخ، فهي حررت الإنسان اليمني من استعباد الكهنوت وتغييب بلاده عن دورها الريادي والحضاري، وساهمت في تعزيز حقوق الإنسان الأساسية والمساواة وسيادة الشعب والتداول السلمي للسلطة. وما أحوجنا اليوم ونحن نخوض معركة استعادة الدولة بدعم من التحالف العربي أن نستفيد من دروس أحرار سبتمبر في تعاملهم مع تصرفات ومحاولات فرض الوصاية المصرية عليهم والتحكم بقرارهم، حيث كانوا يخاطبون عبد الناصر بكل التجاوزات ولم يسكتوا بحجة دعم الجيش المصري لثورتهم كما تفعل القيادات الشرعية حين تفضل الصمت غالبا تجاه تجاوزات السعودية والإمارات. وعندما بلغ السيل الزوبى أجبر المصريون على الانسحاب وانتصر الجمهوريون على الملكيين خلال عام. تبقى أهداف ثورة سبتمبر المشروع الجامع الذي يؤسس لبناء الدولة الوطنية المنشودة، والتي هي النظام الجمهوري وحكم الشعب والمساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وتجريمها بعقوبات قاسية. والمعركة الحالية لإسقاط الانقلاب الحوثي وسعيه لإعادة نظام الإمامة تأتي في صلب الانتصار لثورة سبتمبر وترسيخ نظامها الجمهوري وتحصينه من محاولات تقويضه في المستقبل. الكاتب والأديب وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن احتفاء الحوثيين بذكرى ثورة سبتمبر، وهي الثورة التي انقلبوا على أهدافها ومبادئها وقيمها. حزب كله يصبر، ينقلبون على 26 سبتمبر ثم يحتفلون بذكرها في ميدان التحرير. نحتاج لطبيب نفسي يشرح لنا ويشرح هذه العاهات النفسية المتناقضة. كائنات مطاطية تمتط وتنكمش حسب الطلب والمقاس، يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، وبعد أن خنقوا أولاده وشردوا أحفاده ونهبوا أمواله يحتفلون بأربعينيته. كل شيء عندهم يصبر. كوكتيل غريب من الرجال يحتاج لمصحة نفسية، إمامي وجمهوري، مؤتمري وحوثي، وحدوي وانفصالي، كله يصبر. يحتفلون كل يوم بلا ملل أو خلل، والشعب يموت كل يوم بلا رأفة أو اهتمام. الشعب يختنق بالخطب وغبار الاحتفالات، الشعب يموت يا قوم، الشعب يموت كل لحظة مسموما بالزوامل مكتئبا بإذاعات الاف ام الكائنات المطاطية المقنعة. وكأن حياة اليمنيين أصبحت مهرجانا ضخما ومستمرا للأقنعة، ولكثرة الخطب والصراخ تمزقت الأقنعة، تمزقت الأقنعة والمهرجان مستمر، تمزقت الأقنعة واهترأت وما يزالون يخطبون ويزملون ويحتفلون. السياسة غير الخطابة يا قوم، تمزقت الأقنعة وبانت الوجوه مسفرة كالحة بلا حياة أو حياء، وما يزال المهرجان مستمر. السفير الأستاذ علي العمراني كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن حالة الانفلات الأمني، معلقا على حادثة القتل المصورة التي حدثت في عدن يوم أمس. أصابع الاتهام تشير إلى جهة بعينها تقف خلف الاغتيالات الكثيرة في عدن، وجهة ما داعمة. منذ فترة لم تعد حكومة الصديق أحمد بن دار تعلق على ما يحدث، فهل ما يزال يجد صعوبة حتى في مزاولة عمله في عدن؟ لمن يهمه الأمر أقول هذا شيء لا يطاق ولا يحتمل. هذه المرة لم يكتفي القاتل بقتل الضحية ويختفي عن الأنظار بسرعة، لكنه داسه بحذائه أيضا. بدا المجرم هو يقتل بطول بال ويدوس الضحية باطمئنان، مع أن العاصمة المؤقتة عدن تحررت منذ أكثر من 3 سنوات. من حق الناس أن يسألوا أي تحرير هذا؟ الناشط نوفل عبد القادر كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن إلغاء الحوثيين لفصل دراسي بالكامل، قائلا إنهم يسحبون طلاب المدارس إلى جبهات القتال. أصدر المدعو يحيى بدر الدين الحوثي الذي يعمل كوزير للتربية والتعليم في حكومة الميليشيات الغير معترف بها قرارا يقضي بإلغاء الفصل الدراسي الأول، متشدقا بعدة أسباب لهذا القرار التي كانت بمجرد عذر أقبح من ذنب. تخيلوا يلغي فصل دراسي كامل والهدف الحقيقي هو دفع الطلاب للقتال في الجبهات، فجبهات الحوثي التي أصبحت تعاني من نقص كبير في المقاتلين قررت الجماعة أن يتم رفضها من طلاب المدارس، ولهذا اتخذ يحيى الحوثي قرارا بإلغاء الفصل الدراسي الأول كي لا تنفضح عملية التعليم عندما تكون المدارس خالية من الطلاب. يحيى الحوثي أمات التعليم وجعله ميت، الطلاب يخرجهم من المدارس ويدفعهم للقتال، قطع الرواتب عن المعلمين واستخدمها لدعم الجبهات والقتال. إلى تويتر، حيث تطالعنا تغريدة للكاتبة ميساء شجاع الدين تحدثت فيها عن احتفاء الحوثيين وحدهم بنكبة 21 من سبتمبر فيما احتفلت اليمن كل اليمن بذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة.
أسقط الحوثيون العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، ومنذ ذلك وهم يحتفلون بما يفترضون أنها ثورة ولكن منفردين، بينما يحتفل بقية اليمنيين بثورة 26 سبتمبر التي أسقطت نظام الإمام عام 62 ليصبح اليمن بلدا جمهوريا، الحدث الذي يعتبره الحوثيون انقلابا عسكريا. بلقيس الحضراني فقد كتبت منشورا على صفحتها في الفيسبوك تحدثت فيه عن ثورة سبتمبر وقالت بأنها كانت بمثابة عيلاد وطن. 26 سبتمبر 62 كان ميلاد وطن وشعب ينبعث من غياهب القرون الوسطى والتخلف والكهنوت إلى آفاق اللحاق بموكب العصر الحديث والتقدم وبناء مداميك الدولة ومؤسسات وتتويج نضالات ودماء وتضحيات الآباء منذ الثورة الدستورية عام 48 مرورا بعام 55 و61، وهي نضالات وبطولات وتضحيات ساهمت فيها وفي كل المراحل كل فئات المجتمع اليمني للانعتاق من الظلم والفقر والتخلف بكل أشكاله ولبناء حاضر ومستقبل تجسدها طموحاته وأمانيه وحقه في الحياة الحرة والكريمة. ختاما من الكاتب الصحفي خالد العلواني والذي كتب على صفحته تغريدة في صفحته في تويتر تغريدة تحدث فيها عن الدول التي تشرعن للانقلاب. العديد من الدول التي تسعى لضمان وجود مؤثر لميليشيات الحوثي في اليمن تقوم بملاحقة عناصر وجماعات مسلحة على بعد آلاف الأميال من حدودها لحماية الأمن القومي، فماذا لو كانت الميليشيات في بلدانها؟ هل ستتفاوض معها؟ وكيف ستنظر لمن يقول لا بأس أن تتحكم جماعة مسلحة بقرار الدولة ومصير الوطن؟ بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.